واخيرا هتبدا مباراه الاهلي والزمالك اللي كنا منتظرينها من ساعتين. كنا معاكم من الساعه 7 في تحليل مباراه الاهلي والزمالك، لكن مش احنا الموضوع. الموضوع ان الماتش اللي قبل كده سموحه وطلايع الجيش اتاخر ساعتين جديده، لكن احنا مستمرين معاكم وهنطير لملعب المباراه لتعليق على مباراه الاهلي والزمالك في نهايه الدور الاول للدوري الممتاز للكره الطايره مع زميلي اسامه ابو زينه، وارجو ان تستمتعوا بالتعليق معايا ودايما متابعين على قناه الاهلي. ده ملمعني تلميعه جامده. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم معنا محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي لمباراة نهائي الدور الأول من مسابقة الدوري العام المصري لموسم 2018-2019. النادي الأهلي قدامنا عبد الله عبد السلام وهيبتدي المباراة طبعا في عجاله كده. عبد اللطيف عثمان رقم 1، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الحليم عبو 3، احمد صلاح 4، عبد الرحمن سعودي 5، شريف احمد 6، محمود رؤوف 7، محمد معوض 9، محمد عادل 10، احمد عبد العال 11، حسام يوسف 12، محمد عبد المنعم 13، احمد سعيد 18، ويوسف الصافي 19. ارسال قوي من عبد الله وكره بتتشاط من اللاعب مصطفى، ولكن حائط صد قوي جدا. واحد النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك. عبد الله عبد السلام معد الفريق وارسال سبايك من اعلى قوي، استقبال الكرة بتترفع وبتتشاط قويه في حائط الصد وخارج الملعب من مصطفى دبشه، وبادي الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي ب عبد الله واحمد صلاح، وايضا الكابتن احمد مصطفى المدير الفني لنادي الزمالك بادي بالمحترف رقم 9 سيمو، وبيحط الإرسال في الشبكة. 2 الأهلي 1 نادي الزمالك. أحمد عبد العال استقبال، الكرة بتترفع وبتتشاط بقوة داخل الملعب. 2-2 من اللاعب مصطفى دبشة. مصطفى على الإرسال، إرسال من مصطفى، استقبال من محمود رؤوف، كرة بتعدي وبترجع تاني وكرة بتتشاط بحائط صد جيد من عبد الحليم عبو وأحمد صلاح. بتعدل بيها النتيجة 3 الأهلي 2 نادي الزمالك. عبد الحليم عبو قدامنا، إرسال من أعلى استقبال، طبعا المفاجأة النهاردة اللي محدش واخد باله منها أحمد يوسف لاعب مركز 4 ليبرو علشان يقوي نواحي الاستقبال.
طبعا حائط صد قوي، والكابتن محمد مصلحي بيتكلم مع حائط الصد. أربعة النادي الأهلي، اتنين نادي الزمالك. عبد الحليم إرسال قوي، استقبال ورفع كرة، ورضا بيشوطها، وأحمد صلاح بيطلع ديفنس جامد، وكرة بتتشط من عادل وبتيجي في إيد حائط الصد. و طبعا بتنزل داخل الملعب. ثلاثة الزمالك، أربعة الأهلي. إرسال خارج الملعب. خمسة النادي الأهلي، ثلاثة نادي الزمالك. طبعا إرسال أحمد صلاح، إرسال قوي. سبايك سيرف من أعلى، كرة قوية، استقبال من دبشة، والكرة بتترفع وبيشوط أبو السعود، كرة قوية، ولكن حائط الصد المكون من عبد الله ومن عادل ومحمود رؤوف، الكرة طبعا زاوية متشاطة وواقفين وسايبين له الخط على الآخر، وخدوها نقطة. ستة الأهلي، ثلاثة الزمالك. وأحمد صلاح إرساله قوي ولكن في الشبكة. أربعة ستة. شايفين الكابتن أحمد مصطفى المدير الفني لنادي الزمالك بيوجه. رضا هيكل، سبايك، كرة قوية في الشبكة طبعا. سبعة الأهلي، أربعة الزمالك. وشايف توجيهات اللاعبين، محمود رؤوف ارساله قوي، استقبال وكرة بتتشاط و بتتحط كده بنقطة، وكانت طبعا مفاجأة احمد يوسف ليبرو النهاردة مكان يعني ليبرو الفريق الاساسي. اشرف احمد عزمي عفوا، واشرف هو اللي موجود، هو احمد يوسف. و 8 الاهلي، 5 الزمالك، وبدايه التكنيكال تايم اوت. شايفين طبعا نادي الزمالك بيلعب ب ابو السعود ومصطفى دبشه في مركز 4، وسيمو المعد المونتينيجرو، ومعاه رضا هيكل في مركز 2، وبيلعبوا 3 محسن. شايفين طبعا وشهاب، محسن طبعا لاعب منتخب الشباب، وشهاب ايضا من اللعيبه المجتهدين. النادي الاهلي طبعا عنده يعني ناس على درجه عاليه جدا من الاداء، واضح جدا مستوى ادائهم. بيلعب طبعا بعبد الحليم عبو و محمد عادل في مركز 3، ومحمود رؤوف واحمد عبد العال في مركز 4، واحمد صلاح وعبد الله في مركز 2. محمد عادل ارساله قوي، استقبال من دبشه، كره بتترفع من مركز 1، بتتشط في الخط من رضا هيكل من جنب ايد حائط الصد كده، من مركز 1 في مركز 5. 6 الزمالك، 8 النادي الاهلي. على ارسال شهاب، ارسال، استقبال، الكرة بترجع تاني بصعوبة.
يعني كده 7 الزمالك 8 الاهلي. شهاب على الارسال، استقبال من احمد عبد العال، وكره بتترفع بتتشاط بقوه وبترجع تاني من ديفنس جميل من محمود رؤوف، وعبد الحليم عبو بياخد كره كونتر راجعه بيشوطها بقوه من مركز 3 في مركز 4، بيعدل بيها النتيجة 9 الأهلي 7 نادي الزمالك. عبد الله عبد السلام وإرسالاته القوية المؤثرة، سبايك سيرف من أعلى، عبد الله بيشوط إرسال قوي، الكرة بتطلع طبعا منه بترجع تاني، وحائط صد مركز ودبشة، وبيحط كرة دبشة من جنب ايد حائط الصد كده في مركز 6. ارسالات قويه، الاستقبال ما بيوصلش عشان كده ما بيتعملش منه هجمه سريعه منظمه، ولكن لعيبه الاطراف هي اللي بتحاول تجد لنفسها حلول. سيمو محترف، والكوره بتترفع بتعدي تاني سهله، بتترفع من رضا بيحطها بقوه من مركز 2 في مركز 2. هو طبعا كان خارج قوي بره، ما كانش هينفع يحطها في الخط، ما قداموش غير الزاويه. 9 الزمالك 9 الاهلي. سيمو سبايك سيرف من اعلى، كوره استقبال وبترجع تاني، تعدي سهلة، دي تاني كرة سهلة، وكده طبعا المفروض يتعمل منها هجمة منظمة، ولكن دربكة في صفوف فريق الزمالك بتخلص ان الكرة ما طلعتش من ايد سيمو مظبوطة. الاتفاق ما بينه وما بين رضا، احمد عبد العال استقبال وكرة، وكرة بتتشاط قوية من رضا من مركز 4 في مركز 4 خارج الملعب. نقطتين فرق، يا ريت نحافظ عليهم وما يبقاش في أخطاء شخصية علشان نخلص بالشوط لبر الأمان. أحمد عبد العال فلوتر سيرف بالجامب، وكرة بتتحط وتفنس من محمود رؤوف تترفع، واحمد صلاح صاحب الحلول بيشوط كرة جميلة جدا من جنب ايد رضا هيكل في مركز 6، شدها له عبد الله، مفيش ولا اجمل ولا اروع من كده، بجر مرفوع اوت اوف سيستم بيشوطها، بيعدل بيها النتيجة 12 الاهلي 9 الزمالك. احمد عبد العال واستقبال من ابو السعود خارج الملعب، 13 الاهلي 9 الزمالك. كده تايم اوت بيجري الكابتن احمد مصطفى المدير الفني لنادي الزمالك، توجيهات الكابتن محمد مصلحي المدير الفني وجهاز المعاون تامر مجدي ومحمود جمعة على توجيه الإرسال على اللاعب أبو السعود. ده بيدي مساحة إن هو ما يبقاش فيه هجوم منظم وما يبقاش فيه كور سريع. حتى الآن مفيش كورة اتشاطت سريع ممكن نقدر نتكلم فيها، وده بسبب الاستقبال اللي مش واصل عند المعد. احمد عبد العال ارسال قوي اهو، كرة مرفوعة، ودي اول كرة سريعة طلعت سهلة، وعبد الله ومحمود رؤوف بيشوط كرة قوية جدا من مركز 1 في مركز 1. كده ظهر عيب قدامنا ان نادي الزمالك قافل قلب الملعب
فحاط الصد بشكل جيد وسايب الاطراف، فبيتضرب من عندها سواء احمد عبد العال او محمود رؤوف او احمد صلاح. الكوره سريعه، الكوره لما وصلت محسن شط كوره قويه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. طول ما الارسال قوي مش هيبقى فيه استقبال، مش هيبقى فيه ضرب من نص الملعب بشكل قوي. 10 الزمالك، 14 الاهلي. مصطفى دبشه السيال، استقبال محمد معوض، وكره قويه بتتشاط. ده اللي انا بتكلم فيه، الخط مفتوح ولكن لازم يظبط ايده ويحط الكره على الخط، ما تطلعش منه بره الملعب. 11-14. والناحيه الثانيه طبعا شايف حسام شكري المدرب العام وهشام زعتر بيتكلموا في توجيهات مع الكابتن احمد مصطفى. استقبال، الكره بتترفع، واحمد صلاح كره قويه ولكن في ايد حائط الصد. الاربع نقط ولا الخمس نقط اللي هم كانوا فيهم تقدم رجعوا تاني نقطتين. اتناشر الزمالك، 14 الاهلي. استقبال، كرة بتترفع، واحمد بيشوط كرة قوية جدا بخبرة من مركز اتنين، في مركز اتنين بعيد عن ايد حائط الصد محسن والديفنس رضا. عبد الحليم عبو، ارسال خارج الملعب في وقت حرج جدا. ضياع الارسالات او الاستقبال المش متميز هيأثر تأثير سلبي جدا على الفريق، اي فريق. محسن على الارسال، استقبال من محمد معوض ورافعه، كرة قوية جدا بيشوطها احمد صلاح ليحسن النتيجة 16-13 وتاني تكنيكال تايم اوت. بصراحة الاستقبال يعني مش مريح عبد الله لغاية دلوقتي، مش قادر يعمل جمل ولكن عنده حلول، عنده حلول في مركز أربعة محمود رؤوف وأحمد عبد العال، عنده حلول أيضا في أحمد صلاح بيشوط كور صعبة وبيجيبها بنقطة مباشرة. يمكن هو ده اللي ممكن يخلي عبد الله يتكلم مع لاعبة المستقبلين. الناحية التانية برضو بيحاول نادي الزمالك يضغط بالإرسال ولكن بلا جدوى. أحمد صلاح سبايك سيرف من أعلى، كرة قوية جدا ولكن في الشبكة. 14 الزمالك، 16 الأهلي. إرسال مع رضا هيكل، بيلعب سبايك قوي، إرسال قوي، استقبال، وده اللي أنا بتكلم عليه الاستقبال. كرة بيشوطها محمود رؤوف قوية، بترجع تاني وكرة بتتحط من ستة بشكل جيد ولكن بترجع. واللي اتكلمنا عليه الخط مفتوح في حائط الصد، ايوه فعلا مفتوح ولكن حط الكرة جوه الملعب. في مشكلة في حائط الصد ولكن بيضرب خارج الملعب. تايم اوت طبعا بيجريه كابتن محمد مصلحي
علشان يتكلم في الاستقبال. كور بصراحة بعيدة جدا جدا. محتاجين واحد زي محمد عادل، واحد زي عبد الحليم يهاجموا من نص الملعب علشان يريحوا لعيبة الأطراف، ما يبقاش الكور كلها مرفوعة من عبد الله على الأطراف. رضا هيكل ارساله سبايك من اعلى قدامنا اهو، ارسال قوي، استقبال، كره بتيجي، احمد صلاح بيتصرف طبعا في كوره ما فيهاش اي تصرف، صعبه عليه عشان مرفوعه. اي حاجه كده، وبيعمل تغيير الكابتن محمد مصلحي، بيجريه، بيطلع احمد صلاح واحمد وعبد الله عبد السلام، وبينزل احمد سعيد وحسام يوسف. بيستفيد بثلاث مهاجمين على الشبكه. رضا هيكل سبايك سيرف من اعلى، سلقاوي ولكن في الشبكه. 17 الاهلي، 16 الزمالك. إرسال محمود رؤوف مميز. وادي كورة سريعة اترفعت، دي تعتبر ثالث كورة بس اترفعت سريع. أي كورة بتوصل لسيمو بيرفعها سريع بشكل جيد. سبعتاشر سبعتاشر، وانا شايف ابو السعود بيتكلم ان الكرة ما كانتش منفوخة فغير الكرة، طبعا من حقه يعترض مع الحكم. ودلوقتي على الارسال، بيلعب ارسال ابو السعود، استقبال من محمد عصام، الكره بتترفع وبتتشاط قويه من احمد سعيد برضو خارج الملعب. نشوف كم كوره اتشاطت في الخط خارج الملعب، يطلعوا خمس كور بالعدد وبالتحديد. وكرة قوية بشوطها عادل في حائط الصد، أول كورة، تاني كورة عفوا، ونقطة مباشرة وسعت الفارق. 19 الزمالك، 17 الأهلي. وشايف طبعا ابو السعود على الارسال، ارسال قوي، محمد عصام بيستقبل، الكره قويه جدا بحائط صد زوجي مكون من شهاب وسيمو. بيجري التغيير، الكابتن محمد مصلحي بينزل طبعا عنصر من عناصر الخبرة اللي كان مصاب ولسه راجع، وبنتمنى له التوفيق. محمد عبد المنعم
استبان من محمود رؤوف، وكرة بتترفع وبيشوطها عادل بقوة من مركز ثلاثة. 18 الأهلي 20 الزمالك. وعادل على الإرسال. إرسال قوي فيها شك، ولكن حامل الراية بيقول كرة خارج الملعب. 21 الزمالك 18 الأهلي. شهاب وإرساله استقباله من رؤوف، وكرة بتترفع بشوطها محمد عبد المنعم. كرة تانية بشوطها عبد الحليم عبو، مرفوعة سريعة كده ما بين مركز ثلاثة وأربعة في نص الملعب، بتتشاط بقوة. 19 الأهلي 21 الزمالك. بيرجع تاني التغيير الكابتن محمد مصلحي، بيرجع أحمد صلاح وعبد الله، ويبقى كده استفاد بثلاث ضاربين على الشبكة. عبد الله ارسال قوي خارج الملعب. ده الفرق اللي احنا اتكلمنا فيه من بداية المباراة، ان نادي الزمالك ارسالاته موفقة. بينزل طبعا تغييره كابتن أشرف أبو الحسن، أكبر لاعب في الفريقين، عنده خبرة طبعا عشان يلعب إرسال. طبعا التايم أوت ده بيتكلم عن البلوك والاستقبال اللي فيهم طبعا علامات استفهام، ولكن لسه مباراة طويلة جدا. ثلاث نقط بيتجابوا بسهولة، مفيش مشكلة خالص. شوط مفيش فيه أي مشكلة إن هو يرجع. أشرف استقبال مع محمد عبد المنعم، الكرة بتتشاط من محمد خارج الملعب. 23 الزمالك 19 الأهلي. إرسال أشرف أبو الحسن، استقبال محمد عبد المنعم، كرة بتترفع وأحمد صلاح بيشوط كرة قوية بتطلع ديفنس، كرة بتتحط من ستة لأبو السعود، بيشوطها من ستة في خمسة بعيدا عن الديفنس وحائط الصد. أربعة وعشرين نادي الزمالك 19 النادي الأهلي، وإرسال خارج الملعب. 20 الأهلي 24 نادي الزمالك. محمد عبد المنعم إرسال قوي استقبال من مصطفى دبشة، الكرة بتتحط وترجع تاني وبيرفعها محمد، ومزنوقة جدا في نقطة حساسة جدا ما يقدرش يعمل لها حاجة أحمد صلاح، لينهي الشوط الأول 25-20. طبعا اليوم كان هناك ثلاث لقاءات، وده اللقاء الرابع في مسابقة الدوري العام. كان هناك الاتحاد السكندري استطاع أن يفوز على هيئة قناة السويس بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط. أيضا كان بعديها مباراة الطيران وسبورتينج، والمباراة انتهت بفوز سبورتينج
على نادي الطيران 3-2. و المباراة اللي بعديهم كانت أكثر من رائعة، مباراة سموحة والجيش، وانتهت بفوز نادي الجيش بنتيجة 3-2 بعد ما كان نادي سموحة متقدم في يعني لقائه في الشوط الخامس وفي بعض الأشواط الشوط الثاني كان 15-10، ولكن خبرات وتنظيم نادي الجيش واضح. طبعا قدامنا بعض اللقاءات وبعض مواقف اللعب اللي كانت في الشوط الأول. كان طبعا نادي الأهلي ماشي بشكل جيد جدا، إلا إن الاستقبال خان بعض اللاعبين والضرب ما كانش، مهارة الضرب ما كانتش بشكل جيد في بعض الأوقات. ولو اتكلمنا عن أساسيات الخططية لفريق النادي الأهلي، لازم يبقى فيه استقبال. دي أي فرقة، أنا شايف أهو في طبعا توجيهات، شايف قدامي في كلام ما بين تامر مجدي وبعض اللاعبين. نثبت كابتن محمد مصلحي تشكيله، عنده طبعا اوراق عديده بره زي ما شفنا تغيير ضارب بمعد حسام يوسف مكان احمد صلاح واحمد سعيد مكان عبد الله، بيستفيد بثلاث ضريبه. عنده محمد عبد المنعم بره، عنده لعيبه، عنده يوسف الصافي بره، عنده عبد الرحمن سعودي بره كسنتر بلوك مميز، فعنده تغييرات وعنده امكانيات. نتمنى ان شاء الله باذن الله ما يغيرش ويفضل ونجومنا يلعبوا كره قويه. ده اللي احنا بنتكلم فيه، استقبال الظبط، كره قويه من احمد عبد العال، بيلعب باحمد عبد العال واحمد سعيد اللي دفع بيه في الشوط الثاني. محمود رؤوف وكوره من عبد الله خارج الملعب. سيمو 1-1، ضيع الارسالات مش في صفنا. سبايك سيرف من اعلى، استقبال، وبيتكلم على خطا فني الكابتن الدكتور وائل قنديل، بيتكلم ان كانت اللعيبه واقفه بشكل خطا كلفتهم نقطه. 2 الاهلي 1 الزمالك. احمد عبد العال لوتر سيرف، استقبال من مصطفى، والكره بتترفع من 2 بتتشاط في اتحاط الصد وخارج الملعب. 2 الزمالك 2 الاهلي. مصطفى دبش على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال من احمد، والكره بتتحط، وعبد الحليم بيشوط كره قويه بتترفع تاني، وسعودي بيحط كره ما تتحطش بصراحه بالشكل ده خالص، بيعدل بيها النتيجه 3 الاهلي 2 الزمالك. عبد الحليم
ارسال قوي، استقبال من احمد يوسف، الكره بتترفع بيحطها ابو السعود، بترجع تاني واحمد صلاح المتالق، ابتدى كره تتظبط لاحمد، هو هيعرف يخلص ان شاء الله. 4-2 الزمالك. عبد الحليم، استقبال من احمد يوسف، كره سهله تتشاط، كره قويه، هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه. احمد يوسف طبعا ظبط ملعب نادي الزمالك في الاستقبال. لاعب ضارب 4 ولكن هو نزله عشان يستقبل ليبرو، استقبال، الكره بتترفع واحمد بيشوط كره قويه، بترجع تاني من عبد الله، بتترفع واحمد بيحط كره تب كده حلوه، وكره تانيه بتتشاط بحائط صد، وكره سريعه من محمد عادل من مركز 3 في مركز 5 بيشوطها شهاب الدين طارق. ومحسن على الارسال، ارسال، استقبال، ده اللي بنتكلم فيه. بص الكره فين، بص استقبال الكره فين، جايله خارج الملعب، مفيش في ايده حاجه يعملها. 5 الزمالك 4 الاهلي. كل ما بيحاول يبقى فيه فارق نقطتين ثلاثة بنرجع تاني بسبب الاستقبال وضياع الارسالات، ده طبعا ما بيديش مساحة للمكسب. محمد محسن، استقبال، كرة كده، وكرة بتتحط ولسه الايد، بترجع تاني دبل بلوك، و بتيجي في حائط الصد. 6 الزمالك 4 الاهلي. محسن على الارسال، تالت ارسال ليه، استقبال، كرة بتترفع واحمد سعيد، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، بيتكلم اهو على الاستقبال عشان يعمل تشكيلاته ويبقى فيه شكل ومنظر للملعب، لازم يبقى فيه استقبال. برافو يا احمد، برافو اهو محمد عصام، سبايك سيرف من اعلى، كره قويه، استقبال، الكره يعني بتتحط كده بشكل جيد، ولكن ديفنس هايل من محمد، وكره ثانيه وحائط صد قوي من احمد سعيد ومحمد عادل. الكره الاولانيه طلعها معوض بشكل جميل جدا، ديفنس كان رائع من رضا هيكل، والكرة التانية اتخذت بلوك بتركيز. يلا يا احمد، احمد صلاح، ارسالك بقى، ارسال قوي، استقبال، شايف بقى الاستقبال فين، كرة من ابو السعود وحائط صد ثلاثي طالع بدري. سبعه الزمالك 6 الاهلي. رضا هيكل، سبايك قوي جدا، الكره بتتحط، وعبد الله طبعا المشاكس بيحطها في ايد المحترف، وبترجع كره تاني، وكره قويه جدا بيشوطها محمد عادل من مركز 2 من فوق راس عبد الله،
بيحطها من 2 في 2 بقوة. 7 الأهلي 7 الزمالك، تعادل. وأحمد سعيد فلوتر سيرف بالصعود، الكرة بتتحط وبتتشط قوية، ولكن الحكم بيقول في تاتش، وبداية التكنيكال تايم اوت. 8 الزمالك 7 الأهلي. اتكلمنا عن الاستقبال، واتكلمنا عن الإرسالات، وشفنا أحمد صلاح وعبد الله أكتر اتنين بيلعبوا إرسالات مؤثرة وصعبة على فريق الزمالك. كرة قوية، شايفين الكرة دي محطوطة بقوة. ليه؟ الكرة وصلت عند عبد الله، بيقدر يعمل منها تركيبات، وبيقدر يعمل جمل لما كرة بتوصل عنده، انما لما هو كرة ما بتوصلش وبيقعد رايح جاي طول بعرض الملعب ما بيعرفش يشكل، فبيوقف الكرة، ويبقى في عبء كبير جدا على الضارب ان هو يخلصها بطريقته. شايف نادي الزمالك النهارده بيلعب بشكل جيد بالصعود، سبايك سيرف في الشبكه، تمانية تمانية. عادل على الارسال، سلم من اعلى، استقبال، الكره بتترفع وبتتشاط قويه من مصطفى دبشه في ايقاع الصد اللي طالع فوق الشبكه، مش مثبت ايده، مش قافل مكان، حرك ايده في اخر وقت، الكره اتشاطت في ايده ونزلت في الملعب. 9 الزمالك 8 الاهلي. شهاب طارق، استقبال، وكرة قوية جدا 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 بيشوطها عبد الحليم عبو، تعتبر دي أول كرة بتتشاط لعبد الحليم من فوق حائط الصد محمد محسن، علشان الاستقبال وصل عند عبد الله، برضو إرسال عبد الله، كرة بتترفع، مصطفى بيحط كرة تطلع ديفينس، واحمد صلاح يحط كرة قوية جدا بتيجي تاتش وخارج الملعب. نقطة للنادي الاهلي، 10 الاهلي 9 الزمالك. عبد الله عبد السلام، ارسال قوي، بيسقط كوره كده سبن كده بايده، ورضا بيشوط كوره قويه وتفنس احلى، ولكن بتيجي خارج الملعب من احمد سعيد. عشرة عشرة، ماتش مقفول، والجيم ماشي نقطه نقطه. سبايك سيرف، استقبال، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، استقبال من احمد سعيد خارج الملعب. 11 10 استقبال، سيمو، سبايك من اعلى، استقبال من احمد سعيد، والكره بتترفع، واحمد عبد العال بيحط كوره قويه جدا من مركز 2
في مركز خمسة وخط مفتوح. وشايف احمد صلاح بيكلم وائل قنديل. احمد عبد العال. ارسال استقبال من ابو السعود. اي كلام بتيجي الكوره ورضا بيحط كوره كده لب من ورا حائط الصد وبترجع تاني وتتحط من احمد صلاح. وخبره السنين في ايد حائط الصد برست ايده خارج الملعب. برافو يا احمد. ما حطهاش بقوه قوي بس دي محتاجه حد يبقى عنده كنترول. اتناشر الاهلي 11 الزمالك. احمد عبد العال. ارسال بالوزن استقبال من احمد يوسف. كره قويه بشوطها اللاعب محمد محسن من مركز ثلاثة في مركز خمسة. عتابي بقى ان احمد يوسف لغاية دلوقتي بيستقبل بشكل جيد جدا. مركز في مهارة الاستقبال بشكل اكثر من رائع. وبتلعب عليه ارسالات. طب ما نحط الارسال على اللاعب ابو السعود اقل منه في الاستقبال. واضح جدا. نبتدي ننوع كرة هنا وكرة هنا علشان نقدر نسحب شوية نقاط. ونبعد عن اللعيب اللي بيستقبل. عبد الحليم. تاني احمد يوسف. الكره بتيجي سهله تتحط بقوه. ده اللي انا اتكلمت فيه اهو. ابعد عن احمد يوسف. بيوصل كوره بشكل جيد. تغيير بيطلع من محمد محسن وبينزل مكانه اللاعب محمد مجدي. ارسال استقبال. الكرة بترجع تاني تتحط بقوة من احمد سعيد بشكل اكثر من رائع. برافو يا احمد. بدون حائط صد. قافل الملعب. حطها بقوة. في اعتراض من اللعيبة على بعض الكور. طبعا كابتن وائل وكابتن وليد الخشن بيتكلموا على موضوع الكور ده. احمد صلاح عايز كوره تبقى يقدر يعمل منها ارسال قوي. اربعتاشر الاهلي تلاتاشر الزمالك. في اعتراض من هنا واعتراض من هنا.
في كلام. احمد صلاح ارسال قوي واستقبال من مصطفى دبشه، والكره بترجع بتتحط قويه ودفنس جميل من عبد العال، وكره قويه جدا بيشوطها احمد سعيد من مركز اربعه في مركز واحد، ده اللي انا اتكلمت عليه. قلب الملعب مقفول كويس جدا في نادي الزمالك، ولكن الاطراف اللي ما بين ايد حائط الصد لعيب الطرف والانتنة في جزء كده مفتوح ينفع تتشاط فيه الكورة من جنبه. طبعا انا مش عارف لقاء قوي ومهم زي لقاء الاهلي والزمالك ده في نهائي الدور الاول لازم كان يبقى فيه متحدد كورتين ثلاثة خمس كور بشكل جيد ونقدر نلعب بيهم، ما نعطلش اللعب زي ما احنا شايفين كده بسبب كورة او بسبب اي حاجة. احمد صلاح في راسبين بيستقبلها مصطفى وبيحطها شهاب بشكل قوي بيرفعها وبتتحط من واحد بشكل جميل وبترجع تاني قوية جدا من عادل من نص الملعب. 16 الاهلي 13 الزمالك، وثاني تكنيكال تايم اوت. واضح جدا الفارق، واضح مستوى الاداء، واضح يعني في ارسالات قويه للنادي الاهلي في الشوط الثاني واستقبال اتعمل منه هجمه واتعمل منه اسلوب لعب. طبعا اي كوره بتيجي للمحترف بيرفعها سريع على طول. توجيهات الكابتن احمد مصطفى لاحمد يوسف في الاستقبال. نتمنى له التوفيق ان شاء الله، ونتمنى للنادي الاهلي النجاح، علشان مهم جدا ينهي الدور الاول بشكل جيد. فاز طبعا في العديد من اللقاءات ست مباريات، ودي المباراة السابعة، على طلع الجيش وسموحة وسبورتنج والاتحاد والقناة والطيران، فاز عليهم طبعا. ارسال استقبال، كرة بتترفع سريعة وحائط صد اكثر من رائع من اللاعب محمد عادل من شهاب. قلتلكم اي كرة بتبقى مظبوطة بيروح رافعها سيمو على طول، سيمو ديبوفيتش بيرفعها سريع وحائط صد بشكل ممتاز. 17 الاهلي 13 الزمالك. احمد صلاح سبايك سيرف من اعلى ارسال سبين بيستقبله كده مصطفى وبيشوط كرة قوية من ستة وتسنس من احمد، واحمد بيحط كورة من اربعة في خمسة خارج الملعب. احمد سعيد بيأمنها ولكن خارج الملعب. 14 الزمالك 17 الاهلي. رضا هيكل
كرة قوية، استقبال، وأحمد سعيد بيعوض بكرة قوية جدا من مركز أربعة في مركز واحد. مشدودة شددها له عبد الله على الأنتنة، شاطها بقوة. 18 الأهلي 14 الزمالك، استقبال من مصطفى، بس بيحط كورة في إيد حائط الصد الثلاثي أحمد عبد العال ومحمد عادل وعبد الله، وبتيجي في إيديهم وخارج الملعب، وبرضه هما قافلين الخط، وهو بيبقى داخل وشه وإيده كلها في الزاوية. إرسال، استقبال، كرة بتترفع، وأحمد صلاح المتألق بيشوط كرة قوية جدا من مركز واحد في مركز خمسة، بعيدة عن حائط الصد والديفنس. 19 الأهلي 15 الزمالك. محمد عادل، ارسال قوي، استقبال من يوسف، كرة بتترفع، بتشوط قوية، بترجع تاني بتفنس، و حكم كرة أحمد صلاح، يعني ما شاء الله، جري حط إيده وطلعها من نص الملعب، بيتكلم إن في لمس للشبكة من اللاعب 19 مصطفى دبشة. 20 الاهلي 15 الزمالك، والتايم اوت بيجري كابتن احمد مصطفى، طبعا هو بيحاول يلحق الشوط ولكن اخطاء فرديه ملهاش اي لازمه، عملت فارق 5 نقاط. 20 الاهلي 15 الزمالك. على الناحيه الثانيه طبعا فارق ارسال احمد صلاح، ديفنسات بعض اللعيبه، مجهود جيد جدا، تغييره بينزل طبعا بيستفاد بجبل و اشرف ابو الحسن الحاوي مكان سيمو ورضا هيكل، وبيطلع احمد عبد العال وبينزل الكابتن محمد مصلحي، محمد عبد المنعم اول مباراه يشارك فيها طبعا بالشكل ده، الكره بتترفع تتحط وجت في الانتنة خارج الملعب. 21 الاهلي 15 الزمالك، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من بداية اللقاء، ضغط الارسال هيولد اخطاء فردية طبعا، تغييرة بينزل محمد ضيا، احمد ضيا مكان ابو السعود، الكرة بتترفع وبتتشاط، بتيجي طبعا في الملعب من مصطفى، احمد ضيا لاعب منتقل من نادي سبورتنج اسكندريه الى نادي الزمالك شهاب، وارسال في خارج الملعب في وقت قاتل. 22 الاهلي 16 الزمالك، لعيبه في الاوقات دي بتلعب ارسالات قويه ولكن بتحاول تبقى مأمناها باكتر قدر من الدقه. عبد الله اهو ارسال قوي، حاطط فيه ريسك طبعا، عنده 6 نقاط فارق ما بينه وما بين الزمالك، بيلعب ارسال بريسك. 17 الزمالك 22 الاهلي، بيرجع تاني التغييره أشرف مع رضا علشان حاط الصد،
ومثبت جبل يلعب ارساله القوي ولكن حط الكوره في الشبكه. بيطلع جبل وينزل مكانه سيمو ليبوفيتش. من مونتينيجرو محمد عبد المنعم. استقبال الكرة قوية بتتشاط من مصطفى دبشة. في حائط الصد و 18 الزمالك 23 الاهلي. مصطفى دبشة على الارسال فلوتر سيرف من اعلى. استقبال جيد جدا. الكرة بتترفع وبتتشاط بقوة و بيحرز بيها نقطة أحمد سعيد. في طبعا لمس شبكة. 24 الأهلي 18 الزمالك. تغييرة. بيطلع عبد الحليم بينزل مكانه عبد الرحمن. بينزل مكانه محمود رؤوف. إرساله طبعا مميز ويقدر يعمل ديفنس في وقت قاتل وطايم أوت علشان النقطة دي مهمة جدا. بالنسبة للشوط قدامنا اهو استقبال اتظبط. بقى فيه ضرب وبقى فيه هجوم من كل مكان. محمود رؤوف ارسال استقبال الكره بتترفع وبتتضرب بقوه. ديفنس جميل وعبد الله بيحط كوره لاحمد واحمد المتالق بيشوط كوره قويه جدا من مركز اتنين في مركز خمسه. بيلف بيها بوسطه كده بشكل جميل لينهي الشوط الثاني 25 الاهلي 18 نادي الزمالك. طبعا في طبعا فارق جدا الشوط الثاني عن الشوط الاول. الشوط الثاني في ارسالات وفي مهارات من بعض اللعيبه عملت شكل ومضمون جيد جدا. شفنا التغييره الاخرانيه بتاعت محمود رؤوف طلع ديفنس ولعب ارسال ولا اجمل ولا اروع. خلى الموضوع بقى صعب جدا على نادي الزمالك ان هو ينافس في الشوط. طبعا الفارق واضح. فارق في المستوى. فارق في التركيز. اللي بيقدر يركز بيقدر يكسب. اللي بيقدر يلعب وبيقلل اخطائه الشخصيه بيقدر يكمل وبيبقى الغلبه ليه والفوز. طبعا شفنا الشوط الاول 20-25 للزمالك. الشوط الثاني 25-18. اتكلمنا طبعا النهارده كان هناك لقاءين ولا أجمل ولا أروع. اللقاءين انتهوا بخمس أشواط فوق الساعتين وربع بيتلعب مباراة في كرة الطائرة. الطيران وسبورتينج والجيش وسموحة. مباراتين سواء الجيش وسموحة او الاهلي والزمالك هيفرقوا كتير جدا مع
الزمالك والجيش. جيش عشان فاز والزمالك علشان هو ايضا خسران. لقاء وطلع الجيش خسران لقائين. اما سموحة فكده خسران ثلاث لقاءات، خسران من سبورتنج وخسران من طلاع الجيش وخسران من الاهلي وفاز على الزمالك 3-0. عبد الله عبد السلام سبايك سيرفيس استقبال، كرة بتترفع بيشوطها مصطفى، بترجع تاني بتترفع وبيشوطها مصطفى بقوة، اتحط الصد وخارج الملعب. سيمو جيبوفيتش سبايك من اعلى، كرة قوية استقبال تترفع وكرة قوية جدا، بيعلق ايده عبد الله وبيرفع الكرة بايد واحدة وان هاند، بيشوطها محمد محسن بتيجي ايده في الشبكة وبيطلع بيشوط كرة قوية جدا عبد الحليم بشكل جميل. واعتراض مش عارف الاعتراض بيقول لك الكوره كانت معديه. ما بيعرفش يقيم الكور دي غير الحكم الاول. الكوره بيشوطها رضا هيكل خارج الملعب. اتنين الاهلي واحد الزمالك. هل هيثبت التشكيل نادي الزمالك والكابتن احمد مصطفى ولا هيجري تغييرات؟ ده اللي هنشوفه معاكم دلوقتي. احمد عبد العال استقبال من احمد يوسف والكرة بتترفع، مصطفى بيشوط كرة قوية ودفنس اجمل، واحمد صلاح بيحط كرة بشكل جيد جدا. خدوا بالكم انا قلت لكم من بدايه الشوط الاول ان الخطوط في نادي الزمالك مفتوحه، بيتضرب من عندها، بس محتاجه لعيب عنده خبره يحط الكوره ما بين ايد اللاعب والانتنة العصا الهوائيه اللي موجوده على الشبكه. احمد عملها اكثر من مره، عنده خبرات. احمد سعيد فلوتر سيرف من اعلى وكرة بتنزل ما بين احمد يوسف ومصطفى. انا شايف مستقبلي نادي الزمالك اتهز. احمد سعيد كرة من احمد يوسف وكرة بتتشاط قوية لكن خارج الملعب من ابو السعود من مركز 6، على الرغم من ان الشبكة كانت شبه فاضية. تايم اوت بيجري كابتن احمد مصطفى، 5 الاهلي 1 الزمالك. ده الثبات اللي انا اتكلمت فيه، وده المهارات والخبرات الفردية الواضحة في الفريقين. اعتراض وكلام مفيش لعب، كان لسه في بداية الشوط الثاني، ما كانش الموضوع متأزم
مثلا الشوط مقفول، لا ده كان لسه في الشوط الثالث. الكره اللي فاتت وقدامنا دلوقتي اهو، شوف الكره لما بتيجي مظبوطه بيقدر يعمل منها هجمه، وحاطط كوره من سته قويه. واحمد طبعا بيقدر ينوع في ضربه، خبرة كبيرة. ستة الأهلي، واحد الزمالك. أحمد سعيد استقبال من أبو سعود، وكرة سريعة وحائط صد طبعا، كرة صعبة تترفع سريع، واللاعب محسن الكرة جاية من ظهره وحائط الصد ولا أقوى ولا أروع. كان لازم طبعا الكابتن أحمد مصطفى ينزل أشرف أبو الحسن، عنده خبرة كبيرة جدا في الإعداد. سبعة الأهلي، واحد الزمالك، في غلبة واضحة جدا من لاعبي النادي الأهلي في الشوط الثالث. أحمد سعيد استقبال، كورة تترفع، مصطفى بيشوط كورة وبترجع تاني، في كرة سريعة بيعملها بقى أشرف أبو الحسن بشكل جميل جدا، بيشوطها محمد محسن من مركز ثلاثة في مركز واحد. مصطفى دبش على الإرسال، استقبال من عبد الحليم، والكرة بتترفع، بتشوط بقوة وبترجع تاني وبترجع تاني، وبيشوط كرة قوية ولكن في ايد حائط الصد وداخل الملعب. ثلاثة الزمالك، سبعة الأهلي. مصطفى دبشة خارج الملعب، ثمانية الأهلي، ثلاثة الزمالك، ده اللي احنا اتكلمنا فيه. كورة عن كورة، اللعيب بيتأثر نفسيا ومعنويا. واضح جدا مستقبلي نادي الزمالك احمد يوسف طبعا لامم كور كتيره وعامل استقبال جيد، بخبرته لاعب اصلا بيلعب في مركز أربعة. دي خطوة إيجابية. عبد الحليم، كورة قوية بتتشاط بقوة من مركز ثلاثة في مركز خمسة من اللاعب محمد محسن. أربعة الزمالك، ثمانية الأهلي. محسن على إرسال، كرة استقبال فوق راسه كده، بترجع وبيحط الكرة في الخط، وانا شايف احمد صلاح بيقول له ما هو خط حائط الصد سايب الخطوط وقافل قلب الملعب بشكل جيد جدا. تسعة الاهلي، اربعة الزمالك. احمد صلاح
سبايك سيرف، كوره قويه استقبال، واحمد يوسف بيحط كوره وبتتحط كوره اوت اوف سيستم كده وبترجع تاني وبتتشاط خارج الملعب. كانت المفروض تطلع من اول مره بشكل جيد، ولكن ابو السعود شاطها بقوه خارج الملعب. احمد صلاح 10 الاهلي 4 الزمالك. ارسال طبعا قوي، استقبال مصطفى، الكره بتتحط كده بريست الايد، ودي خبره احمد صلاح اللي اتكلمت عليها، وعبد الله بيشوط كوره ولا اجمل ولا اروع، وبترجع تاني، ورضا بيحط كوره قويه، واحمد سعيد بيطلع، وكوره بتتحط في الخط اللي انا اتكلمت عليه اهو، ترجع تاني، وابو صلاح المتالق بيشوط كوره من مركز واحد في مركز خمسه، ما بين خمسه وسته كده في الخطوط الخلفيه. طبعا تغييره كانت لازم تتعمل، احمد ضيا عنده من الثبات في الاستقبال اكتر، ولكن النادي الاهلي فاق وشكل كده احمد بيحط بنج على ركبته. 11 الاهلي 4 الزمالك. الكره اللي كانت صعبه وراح لها كده بسرعه وطلعها دفنس كانت جميله، ورجع تاني، رجع وضرب احمد صلاح سبين، كره محطوطه بريست ايده وترجع تاني، وطبعا اشرف بيجيد العاب الهواء، بيعمل كوره جامب باس في اتنين لرضا هيكل، بيحطها من اتنين في اتنين، برافو. خمسه الزمالك 11 الاهلي. رضا هيكل ارسال سبايك بقوه قدامنا اهو، وبيحط الكره في الشبكه. 12 الاهلي 5 الزمالك، وده طبعا ضياع الارسالات مأثرة على فريق الزمالك بشكل قوي جدا. احمد عبد العال استقبال، الكرة بتترفع، وكرة سريعة بتتحط من شهاب بشكل جيد. ما شاء الله يا احمد، كل كرة هتلاقيه حاطط ايده فيها في الديفنس حتى لو هي بعيدة. احمد ضيا استقبال من احمد سعيد، الكرة طبعا بيرفعها له محمد عصام، وبتتشاط بقوه في حائط الصد وخارج الملعب. ١٣ الاهلي 6 الزمالك. محمد عادل استقبال من ضيا، الكوره بيبلسها بقى الحاوي او اشرف ابو الحسن بشكل جيد في نص الملعب، متميز في العاب الهواء. شهاب وبيحط الكوره في الشبكه، قبليه طبعا كان رضا هيكل كان برضو ارسال في الشبكه. إذن معدل ضياع إرسالات نادي الزمالك في الشوط الثاني والثالث كتير. استقبال وكورة تترفع مصطفى، وزي ما شايفين كده عبد الله بيرمي نفسه على الكورة ولكن ما تطلعش. 8 الزمالك
14 النادي الاهلي. ارسال اشرف ابو الحسن، استقبال، الكره بتترفع وبتتشط مزنوقه جدا جدا جدا، ولكن ما تصرفش فيها، حطها في ايد مصطفى دبشه، ونقطه 9-14. اشرف ابو الحسن، استقبال من محمد عصام، الكره بتترفع واحمد صلاح بيشوط كوره قويه وجميله جدا من مركز اربعه ما بين واحد وسته، محطوطه بشكل قوي. برافو يا احمد. تغييره احمد عبد العال ومحمد عبد المنعم. احمد سعيد، استقبال من ضياء، الكره قويه بشوطها مصطفى، بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. ضياء طبعا استقباله جيد، بيوصل الكوره، بتعمل منها هجمه 10 الزمالك 15 الاهلي. مصطفى دبشه، استقبال من محمد عبد المنعم، واحمد صلاح بيحط كوره بقوه من مركز 2 في مركز 1 لتصبح النتيجه 16 الاهلي 10 الزمالك. وابتدى احمد يغير في زوايا ضربه، عنده من القدرات والخبرات ان هو يقدر يغير زوايا الضرب بتاعته، سواء زاوية أو خط أو بعمق أو خارج الملعب أو ده في الخطوط الخلفية من الملعب، يعني عنده فعلا إمكانيات ما شاء الله. وأنا شايف استقبال النادي الأهلي ابتدى يظبط أحسن طبعا من الشوط الأول. وعلى النقيض إرسال واستقبال نادي الزمالك، ابتدى يبعد في الشوط الثاني والثالث. عبد الحليم، استقبال ضياء، طبعا استقبل كورتين لغاية دلوقتي بشكل جيد جدا، كرة زي ما احنا شايفين كده اهو، وكرة بتتشاط من ستة من مصطفى دبشة. بصراحة احمد ضيا اللي قدامنا رقم 23 ده لاعب منتقل من نادي سبورتنج لنادي الزمالك، ظبط استقبال نادي الزمالك. تغييرة، محمد مجدي مكان شهاب الدين طارق على الارسال. محمد محسن وخارج الملعب، لسه بنقول على الارسال كده، ده خامس كوره تضيع في الشوط الثالث بارسالات مباشره خارج الملعب من نادي الزمالك. احمد صلاح، سبايك سيرفيس، استقبال، الكوره بترجع قويه جدا، بيشوطها محمد عادل مكورة كونتر راجعاله من استقبالة، بيشوطها بقوة محدش يعرف يعمل لها حاجة. 18 الأهلي 11 نادي الزمالك، وتايم أوت بيجريه الكابتن أحمد مصطفى المدير الفني لنادي الزمالك. طبعا واضح جدا تقدم، واضح جدا
ضغط ارسالات النادي الاهلي فتحت المجال امام نادي الزمالك ان هو الكور السريعه ما يبقاش فيه سريع كتير، ما يبقاش فيه هجمات منظمه كتير، ويقدر النادي الاهلي بعد كده يعمل هجماته ويقدر يعمل فرق بتاعه. 18 الاهلي 11 الزمالك. احمد صلاح ارسال خارج الملعب. 12 الزمالك 18 الاهلي. رضا هيكل سبايك سيرف من اعلى استقبال، الكره بتترفع واحمد صلاح بيحط الكره من واحد في واحد، بتيجي في ايد مصطفى دبشه في كره فينس وخارج الملعب. 19 الاهلي 12 الزمالك. بيطلع رضا وبينزل مكانه محمد جبل غير موفق بالمره في الشوط الثاني والثالث. كره بتترفع وبتتشاط من ضيق، ترجع تاني تتحط وجبل بيعديها كده بسهوله وبيجيبها عادل، بتتشاط قويه جدا وتفنس ولا اجمل ولا اروع، ولكن في شبكه. عشرين الاهلي 12 الزمالك. محمد عبد المنعم استقبال من محمد مجدي، الكره بتترفع وكره قويه بيشوطها محمد جبل في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 13 الزمالك 20 الاهلي. احمد ضيا واستقبال غير موفق من احمد سعيد. اربعتاشر الزمالك عشرين الاهلي. وضيه واستقبال من سعيد وكره بتترفع تتحط بقوه في الخط من أربعة في واحد. 21 الأهلي 14 الزمالك. عادل إرسال استقبال، كرة بتترفع وجبل بيشوط كرة قوية في الزاوية، بتطلع ديفنس من أحمد صلاح وأحمد بيعديها بسهولة، ترجع تاني وكرة سريعة قوية بيشوطها محمد مجدي من جنب ايد عبد الحليم. و 15 الزمالك 21 الاهلي. محمد مجدي على الارسال قوي، استقبال الكرة بتترفع واحمد صلاح بيشوط كورة قوية جدا من مركز واحد في مركز واحد. ابتدى اهو تاني كورة يحطها من واحد في واحد لغاية لما يلاقي كورة في الخط هيحطها في الخط. عبد الله وارسال قوي جدا بريسك، بتيجي الكورة سهلة وبتتحط في الشبكة من جبل. وده دي الخبرة اللي احنا بنتكلم فيها. عبد الله نقطة 22 وبيلعب ارسال قوي علشان يبقى 23 15.
ارسال قوي جدا ولكن خارج الملعب. 16 الزمالك 23 الاهلي. النظام تختلف؟ يعني لو بتقول صح؟ اه. واشرف ابو الحسن على الارسال. ارسال اشرف استقبال من سعيد وكرة قوية جدا ولكن حكم اللقاء وائل قنديل بيقول ان الكرة عدت وعبد الله جابها من جوه. اشرف استقبال من سعيد الكرة بتترفع واحمد صلاح بيشوط كرة كده مزنوقة جدا في حائط الصد بيطلب طبعا تايم اوت الكابتن محمد مصلحي. 18 الزمالك 23 الاهلي. كورتين ضيقوا الفارق ما بين الشوط كان فارق كبير جدا اكتر من 8 نقط ولكن 8 نقاط بقوا 5 ابتدى يبقى فيه ضغط من ارسال اشرف. اشرف طبعا ارساله مميز بيلعبوا على احمد سعيد دلوقتي كده زي ما شايفين طلع الكابتن محمد مصلحي احمد سعيد وبيلعب بيستقبل باتنين ومحمد معوض وكورة ونفس الخطأ عمله محسن في كورة بدل ما يلعبها شاطها وكانت عند عبد الله واشرف ابو الحسن كابتن الفرقة شايفه بيتكلم معاه ولكن زي ما حسب هنا وما رجعش في قراره ما اعتقدش ان هو هيرجع في قراره. أربعة وعشرين الأهلي 18 الزمالك. وأحمد سعيد إرسال استقبال من ضيع كرة بتترفع تتحط كده من جبل خارج الملعب لينهي الشوط الثالث 25-18 كده نادي الزمالك خد اول شوط 25-20 الشوط الثاني والثالث خلصوا 25-18 شايف طبعا مستوى اداء اكثر من رائع في الشوطين الثاني والثالث هناك تميز في ارسالات اللاعبين هناك تركيز في الاستقبال احسن بكتير قوي من الشوط الاول ايضا شايف نادي الزمالك المميزات اللي كانت موجوده عنده في ارساله او في استقباله اتهزت بشكل واضح ومنحوظ. لو اتكلمنا عن مشوار النادي الاهلي وصوله بالادوار التمهيديه لعب طبعا جولاته مع 6 اكتوبر ومع بتروجيت ومع اليوبلس ومع بنها ومع النصر ومع بني سويف وبعد كده انتقل الى هيئة قناة السويس وطنطا والشمس وصعد كأول للمجموعة علشان يدخل في دور الثمانية وحتى الآن بلا هزيمة. إنما نادي الزمالك قابل في مشواره بعض الهزائم أمام نادي سموحة
كانت طبعا مفاجأة كبيرة جدا، ولكن عنده مقومات فريق قوي ومتميز، مجهود واضح بيجريه كلا المديرين الفنيين علشان يصلوا بفرقهم الى اعلى منصات التتويج. قدامنا اعتقد ان هيثبت الكابتن احمد مصطفى وجهازه المعاون، عنده طبعا حسام شكري وعنده هشام زعتر وعنده احمد عبد العزيز وعنده رجب قطب وعنده محمد السيد ومصطفى يسري واحمد سعودي وحسن محمد وتامر بيبر، جهاز كبير. ايضا النادي الاهلي عنده محمد مصلحي وتامر مجدي ومحمود جمعه وحسن عبد المجيد واحمد سعيد وهيثم الضبع وهاب فخر الدين وعبد الرحمن مكي وايمن علي الدين وخالد ابو زين. اعتقد الجاهزين عندهم من الخبرات سواء التحليليه او الفكريه ان هم يقدروا يحطوا عينيهم على نقاط القوه والضعف في فرقهم. شهاب على الارسال في بدايه الشوط الرابع، استقبال من احمد عبد العال، الكره بتترفع بتتضرب قويه من عبد الحليم ولكن في لمس للشبكه من اللاعب محمد محسن، رجع تاني محسن ولكن ساب اشرف ابو الحسن عنصر الخبره. عبد الله عبد السلام سبايك، استقبال من يوسف، الكره بتترفع قويه جدا وتتشاط داخل الملعب من مصطفى دبشه، واحد الزمالك واحد الاهلي. اشرف ابو الحسن استقبال وكره قويه جدا بشوطها عبد الحليم عبو من مركز ثلاثه، استقبال اتظبط اهو بقى فيه سريع في مركز واحد بعيد عن ايد محسن تماما. احمد سعيد فلوتر سيرف بالجام، محسن بيستقبل الكوره، الكوره بتتشاط قويه من دبشه بترجع تاني واحمد صلاح بيشوط كوره قويه جدا في ايد حائط الصد الثلاثي رضا ومحسن ودبشه وخارج الملعب. الحلول لاعب عنده ما شاء الله من الخبرات والحلول ان هو يقدر يتصرف في الاوقات الصعبه دي، دي بتفرق لعيب عن لعيب. اللاعب احمد سعيد وارسال من اعلى، استقبال من ضياء، الكوره بتترفع ورضا هيكل بيشوط كوره ولكن بتطلع ديفنس، والحكم الثاني كابتن وليد الخشم بيقول في لمس للشبكه واضح. شايف الكابتن احمد مصطفى بيقول كوره سريع لاشرف عايز يمشي نص الملعب، استقبال كرة بتترفع وبتتشاط قوية من أحمد عبد العال خارج الملعب. 3-3 اتكلمنا في النقطة دي كتير جدا إن الخط مفتوح ما تلفش فيه قوي، الكرة هتيجي أوت سايد ومش هيبقى فيها تحكم. مصطفى استقبال وكرة سريعة بتتحط ترجع تاني ولكن في اعتراض، حكم الاول بيقول شبكة، هو من فوق شايف اكتر وطبعا محسن مش قصده، ممكن
مع ضغط المباراة يلمس الشبكة ما يبقاش حاسس أو شاعر إن هو جابها بالتيشيرت حتى. كورة بتترفع وضيع يشوط كورة قوية في إتحاط الصد وخارج الملعب. ظبط الملعب شوية يوسف وضيع ومعاهم دبشة. علامات الإرسال واضحة واستقبال وكرة قوية جدا من محمد عادل بدبل بلوك بيشوطها من مركز ثلاثة في مركز خمسة. احمد صلاح سبايك سيرف استقبال من يوسف دبشة بيعلي الكورة وده بيحط كورة قوية جدا طالع بره وحاط الصد طالع وراه وهو صعب يشوطها في الخط فجت في ايد عادل وداخل الملعب 5-5. رضا هيكل على الارسال سبايك سيرف كرة قوية في الشبكة يعني ارسالات كتيرة قوي ضايعة. الساعة ارسال استقبال الكرة بتتشاط من رضا بتطلع في الديفنس وخارج الملعب. طبعا مباراة كانت المفروض تبتدي الساعة 8 الساعة دلوقتي 12 الا ربع ولسه ما خلصتش. اجهاد على اللعيبة وده بسبب المباريات اللي كانت شغالة قبل كده. وكرة قوية جدا بيشوطها احمد سعيد من فوق حائط الصد في مركز 6. 7 الاهلي 6 الزمالك. محمد عادل ارسال في الشبكة سبعة سبعة. مش عايزين ندخل في أشواط عايزين نكمل المسيرة بالتركيز. وكرة قوية جدا ولكن حائط الصد المكون من محمد محسن ومصطفى دبشة أرى الكرة بتاعت أحمد سعيد. 8 الزمالك 7 الأهلي. طبعا كان ضاغط نادي الأهلي زي ما قدامنا كده النتائج ولكن لسه الشوط في بدايته. مش هيخلص بالساهل كده لازم مجهود. سبايك كرة بترجع بتشاط بقوة احمد سعيد. اعتراض اشرف طبعا ثمانية ثمانية.
سبايك سيرف عبد الله، كورة قوية جدا بترجع وبترجع وبتتشاط بقوة من أحمد سعيد. عبد الله معتمد على إنه يطلع أحمد سعيد بسنجل بلوك. أدام الكورة وصلت، قلت فيه هجمة منظمة. إرسال عبد الله، الكورة بترجع وكورة قوية بتتشاط من رضا اللي مش موفق النهاردة من الشوط الثاني خارج الملعب. رضا هيكا لعيب مميز جدا سواء في الزمالك او في المنتخب. طبعا تايم اوت علشان ما يبقاش فارق كبير، بيلحق بيه الكابتن احمد مصطفى الماتش والشوط الرابع. اشرف ابو الحسن طبعا مشغل بصراحة اللعيبة معاه، بيوزع كور بشكل جيد جدا اكتر من سيمو. عبد الله عبد السلام ارسال قوي من اعلى سباك سيرف، هو ده يا عبد الله. ابتدى يحط ريسك بارسال قوي هو واحمد علشان يعملوا فارق في الشوط. مش هينفع يبقى في فارق وارسالنا ضعيف. فرقه الزمالك فرقه قويه، عبد الله بيحط كره سبين كده صعبه من مركز واحد، بتنزل ما بين مركز واحد واثنين بعيدة عن ايد احمد يوسف. طبعا هو دلوقتي لامم الملعب عبد الله، ارسال قوي واستقبال من رضا، والكرة بتطلع بتتشاط بقوة ترجع تاني، واحمد سعيد بيحطها برست ايده وبتتشاط بقوة من مصطفى دبشة في ايد حائط الصد المكون من احمد صلاح وعبد الحليم عبو. شايف كده روح داخل نادي الزمالك من بعض اللاعبين. ارسال كرة متسقطة وده بيجيبها، وكرة قوية بتتشاط من رضا هيكل، بيصحي بيها شوية زمايله، ولكن في بعض اللعيبة قدامنا بتهز في راسها وده لعيب كبير وفي نادي كبير لازم يبقى عنده ثبات. أشرف أبو الحسن استقبال، كرة بتترفع شاط بقوة من مركز ثلاثة، بيجري عليها ضية اللي عمل شكل بصراحة في الاستقبال. الشوط الثالث والرابع أحمد سعيد كرة ضية بيستقبل بتتشاط سريعة من محمد محسن، حطها كده يعني بعدم اعتنا لتصبح النتيجة 15-9. أحمد سعيد إرسال قوي استقبال من ضية، الكرة بترجع وبيشوطها بشكل قوي مصطفى، بتيجي في حائط الصد وداخل ملعب 16 الأهلي 9 الزمالك. شايف مصطفى دبشة بصراحة يعني
يعني زي ما بيقولوا كده فقد الامل، وده ما ينفعش. ما ينفعش رياضي يبقى بالشكل ده، لازم يمسك ولازم يبقى صلب ولازم يبقى عنده مميزات وسمات تختلف عنه عن اي لاعب. تلاقي اللعيبه اصحاب الخبرات، واحد زي رضا وواحد زي اشرف واحد زي احمد يوسف، هتلاقيهم متمسكين بالشوط حتى الاخر. الناحية التانية طبعا رسالات النادي الاهلي واضحة جدا ان هي مميزة، هي اللي عملت الفارق ده. استقبال ضيق، كرة بتترفع بتشوط بقوة، حائط صد طبعا عبد الحليم طالع في مكان، وكرة طبعا لا يلام عليها احمد سعيد. 10 الزمالك، 16 الاهلي. مصطفى على الارسال، استقبال محمد، كرة بتتشاط قوية برست ايد احمد عبد العال بشكل ولا اجمل ولا اروع، وشايف طبعا عبد الله بيحيي لعبته. عبد الحليم استقبال، طب تترفع الشوط قوية وهتصد أقوى من محمد عادل وأحمد صلاح. بيعمل تغيير تاني كابتن أحمد مصطفى، بيطلع ضيا وبينزل مكانه أبو السعود. عبد الحليم كورة خارج الملعب، معلش، بس طبعا في شكل وفي سيستم واضح جدا في لاعبي النادي الاهلي، بيعملوا جمل وعندهم من المهارات. تغييره، محمد مجدي مكان محمد محسن. مجدي على ارسال، كرة محمد عصام، وكرة قوية جدا بشوطها احمد سعيد بقوة من مركز 6. برافو يا احمد، هو ده الكلام. عبد الله واحمد سعيد واحمد صلاح و سنتر بلوك، سواء عادل ولا عبد الحليم، عاملين شكل وبيلعبوا بشكل غير طبيعي. رائع يا احمد، رائع يا عبد الله، ده اللي انا بتكلم فيه من الشوط الثاني. وتحيه كبيره لاحمد صلاح بارسالاته هي اللي فتحت باب المكسب. 20 الاهلي، 11 الزمالك. تايم اوت، ارساله فعلا قوي ومميز، علشان كده ضعف في استقبالات نادي الزمالك في بعض اللاعبين. وشايف طبعا اهو كابتن احمد مصطفى بيتكلم بيقول مخضوضين ليه، ولكن سرعة الإرسال وسرعة الكرة واضحة جدا. أحمد وعبد الله بصراحة
احمد صلاح سبايك من اعلى، كرة قوية بيحطها سبين ولكن بتنزل عنده. معلش 12 الزمالك 20 الاهلي. بينزل طبعا ليبرو محمود اشرف ياخد ديفينس. رضا هيكل يسال سبايك، محمد عصام الكرة بتترفع بتتشاط بقوة من احمد عبد العال من مركز 4 في مركز 5. برافو يا احمد. واحد وعشرين الاهلي 12 الزمالك. الاستقبال من ابو السعود وكرة قوية بتتشاط سريعة بتيجي طبعا نقطة. 13-21 ابو السعود على الارسال. طبعا ارسال سبايك في الشبكة بيسلم بيها يعني الجيم. بينزل عبد اللطيف عثمان سنتر بلوك النادي الاهلي وبيطلع عبد الحليم. محمد عادل استقبال كرة بتتضرب طبعا واحمد سعيد بيدور عليها بصعوبة ولكن 14 الزمالك 22 الاهلي. شاب الدين طارق استقبال من عبد العال وكرة قوية بيشوطها عبد اللطيف عثمان بترجع تاني وبتتشاط من رضا هيكل من مركز 1 بيحاول يحسن النتيجة. 15 الزمالك 22 الاهلي. شهاب الدين ارسال واستقبال من عبد العال الكرة بتترفع وبتتشاط بقوة من احمد سعيد بترجع تاني وبتترفع وبتتشاط اقوى من مصطفى في حائط الصد وخارج الملعب. 16-22 تايم اوت. بيحاول يقلل الفارق كرة بس توصل باستقبالة هيقدر يعمل منها هجمة. بيرجع تاني التغييرة عبد الحليم وعبد اللطيف. شهاب الدين فلوتر سيرف استقبال وكرة بتترفع وبتتشاط خارج الملعب. نزيف النقاط واضح جدا اكتر من 8-9 نقط بيضيعوا بسهولة وعدم تركيز. شهاب استقبال الكرة بتترفع لأحمد صلاح بيشوطها طبعا محطوطة في ايد حائط الصد. 3 لعيبة
طالعة مستنية الكورة من أعلى نقطة، ما يقدرش يعمل لها حاجة. 18-22 إرسال استقبال وكورة تتحط كده سهلة، ترجع تاني وشوطها رضا وحائط صد، ترجع الكورة سهلة. يلا بقى أعتقد عبد الحليم هيخلص، وأحمد سعيد اللي بيخلص. كورة قوية جدا من جنب إيد حائط الصد اللي غيره سيمو، ونزل وطلع أشرف أبو الحسن عشان حائط الصد، وعبد الله واستقبال، الكرة بتترفع ورضا بيشوط كرة قوية بترجع تاني بديفنس، وأحمد صلاح يا رفاع ويحط كرة كده خارج الملعب. 19-23 يا جماعة، تركيز الكام نقطة دولت عشان الدنيا تمشي، ما بقاش فيها عدم انتظام. نزيف النقط ده واضح جدا، سبايك سيرف استقبال وكورة وبتتشاط بقوة من اللاعب عبد الحليم عبو من مركز 3 في مركز 5 بعيد عن ايد حائط الصد. واخر نقطة طبعا باستقبال ورضا بيشوط كورة ودفنس بيطلع وبيرجع من عبد الله بشكل قوي جدا، والكورة بترجع تاني وبيجيبها. كرة قوية بيشوطها اللاعب رضا هيكل، بيحسن بيها النتيجة 20-24، ونقطة تفصلنا عن الشوط الرابع واللقاء. مصطفى دبشة مع الإرسال، إرسال الكرة بتترفع وبتتشط بقوة، و 25-20 وينهي النادي الأهلي الشوط الرابع 25-20 وينهي اللقاء 20-25 25-18 25-18 25-20. مشاهدينا ألف ألف مبروك للنادي الأهلي بفوزه على نادي الزمالك وانتهاء الدور الأول من مسابقة الدوري بفوز مستحق في 7 مباريات. مبروك للنادي الأهلي، مبروك للجمهور الحبيب، مبروك لكل الجهاز الفني المعاون للنادي الأهلي. مشاهدينا كان معكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء.